شفنا المباراة فما برشا ايميديتي والتيتود زادة لاعبين تقلقوا برشا نقول كملنا المباراة فماش دي بلوسيور نعرفوا اللي نسق المباريات هذوما يخلقونا برشا الحمد لله ربي وفقنا هذا الشوط الأول لعبناه في جنوب افريقيا ان شاء الله ربي وفقنا في تونس زادة الرتور اللاعبين الحمد لله كملوا المباراة بعد ما كملنا المباراة فما حصة ازالة الارهاق للاعبين اللي لعبوا الماتش الاخرين ان شاء الله غدا الحين ان شاء الله عندنا سيونس تاع اونترينمون نعرفوا اللي تو الترجي التونسي في 3-4 ايام عندنا مباريات ان شاء الله غدا الحين الفواياج مع 7:30 دونك فضلنا مع الاطار الفني مع سي معين والاطار التربي غدا ان شاء الله نعمل سيونس نصف النهار ان شاء الله اللاعبين اللي قاموا بالمباراه حصل ازاله الارهاق واللاعبين الاخرين في سيونس اونترينمون نعرفوا اللي الترجي التونسي تو كل 3-4 ايام ماتشات مع سي معين التنسيق اللي فما جيستيون تاع ليفيكتيف شفنا الترجي في كل مباراه فما تغيير فما 3-4-5 تغييرات في المباراة إن شاء الله نحافظ على نسق المباريات بالنسبة للاعبين وإن شاء الله كل مباراة كل اللاعبين يكونوا حاضرين إن شاء الله بدنيا أكيد فما خدمة خاصة بالتتالي المقابلات واللي فواياج وكل شيء أكيد فما خدمة خاصة فما تعامل خاص في التمارين وفي اختيار النسق وكل شيء لو تحكينا الترجي التونسي وين ديما تلعب على برشا وجهات كل 3-4 ماتش هذا ما يمنعش اللي مش كان ترجي تكون حاضرة بدنيا نحكيو على المعد البدني مش صحيح هذا نحكيه بدني معاد البدل فما أطراف أخرى الإطار الطبي زادة مع المدرب مع سي معين مع الإطار الفني كل خاطر ديما تحكي على الترجي تحكي بدنيا معناتها فما خدمة ما بين الإطار الفني والإطار الطبي ما بين المدرب والمعاد البدني كي نحكيو فيزيكمون مشكل المعاد البدني فيزيكمون معناتها فما تناسق ما بين المدرب والمعاد البدني مش ترجع التونسي تكون حاضرة خاطر ماك تعرف لازم التنسيق ما بين المدرب والمعاد البدني مش يكون العمل خاص للاعبين يعطي الصحة زادة مع المدرب يعطيك الحرية التامة على أساس في التدريب كل لاعب عنده عمل خاص لاعبين فما تدريب في المسبحة في السالدي مشكلاسيون ترجع التونسي ولفنا بالنسخ هذا ربي وفقنا في الشامبيونز ليغ اللي فاتت تو نبنيو على الشامبيونز ليغ اللي فاتت باش ان شاء الله نواصلوا في سلسلة الانتصارات ونسق هذا واليوم شفنا اللي الترجي التونسي المباراة اللي قامت بها ضد أورلاندو نسق عالي جدا هذا ريسك نفس النسق اللي عشنا به في كوب دو موند كبير كونتر ليكيب المكسيك شوفوا اليوم الطون افكتيف تاع الماتش بريسك 63 مينوت ريتم تري الفي الحمد لله ربي وفقنا ان شاء الله مزيت المباريات ان شاء الله ماتش طويل حضروا ماتش طويل ومن بعد ان شاء الله نحضروا ماتش أورلاندو بيراتس وربي وفقنا ان شاء الله طويل كيفاش باش يكون البرنامج تاع الماتش تاعو؟ البرنامج ان شاء الله غدوه الفواياج مع 7:30 نوصلوا لتونس ان شاء الله يوم الاثنين وحكايه ساعتين ان شاء الله اللاعبين يكون عندهم يوم راحه بعد عندنا ديسيو سونترينمون قبل تطويل عندنا ماتش في الترتون ان شاء الله لوسيت ان شاء الله زوز حصص تدريبيه ومن بعد ان شاء الله نحضروا ماتش اورلاندو بيراتس ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله الفتره هي فتره صعبه برشا صحيح باش تلقى اصابات شفنا في العالم الكل فما اصابات في البطوله التونسيه فما برشا اصابات ان شاء الله نحاولوا نوفقوا اقل اصابات والترجي التونسي تكون حاضر ان شاء الله